تعرفوا من خلال يعني متابعتي لتاريخ الغناء في السودان. نجحت اغنيه يا زاهيه طبعا بعد تشجعت انت تماما انك تبتدي تنتج تلحن كده؟ لا برضو ما كان ما مقتنع بعد ما غنى ليك عبد العزيز محمد داود وكان في ذلك الوقت نجم معروف. طبعا لسه ما بقارن. انا بشوف كان في الساحه في المكان الاول اغنيات الحقيبه اغنيه سائده واغنيات لها جرس ووقع كانت قياس ممكن الانسان يقيس عليه من ناحيه اللحن البسيط لكن المؤثر، من ناحيه الكلمه القويه. فكنت انا مدرك انه مثلا يا زاهيه وقلبي شد ما هو الشيء المفروض يكون هي خطوه يعني. نعم يعني لا هوايه اقرب الى 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 الهوايه. ما زلت تتخذ الفن هوايه الى ان لحنت يا زاهيه؟ الى الان انا الفن بالنسبه لي هوايه. والهوايه طبعا عندما يتخذ الشخص اي شخص عمله هوايه ينجح تماما يعني هذه سلامة. لكن يعني انت ذكرت لي انك سعاده غير طبيعيه عندما سمعت انه دي، وكانوا بيقولوا كلمات والحان عبد الكريم الكابلي افتكرها يعني بيقولوا مسجل في الاذاعه يعني ده هو الاسم اول مره اسمك يظهر عبر عبر الراديو. لكن ما في شخص بيعرفني طبعا. لا ما في زول بيعرفك لكن بيكونوا يعني كثيرين عاوزين يعرفوا منو اللي ورا الاغنيه دي. انا عبد الكريم الكابلي يعني قبل ان اكون صديقا هو فنان جيلنا، اقصد جيل اواخر الخمسينات عندما كنا يعني في مقتبل الشباب، وكان الكابلي يمثل لنا ويجسد كل المشاعر التي تحتمل في صدور ذلك الجيل يعني. والكابلي طبعا فنان مطبوع وشاعر مرهف الإحساس وذو مواهب متعددة ومثقف، وكان تجمعنا به يعني قبل الفن الزمالة في وزارة في القضائية. كنت أيامها كنت قاضي في المحكمة الجزئية وكان هو بيعمل في السجلات، وتعرفنا عليه وكذلك أيضا عرفناه من خلال إسهاماته الفنية في تلك الفترة. ودي كان الفترة اللي كان ظهرت فيها يعني روائع عبد الكريم الكابلي عندما لحن وأخرج رائعة تقصير الحسن آسيا وأفريقيا، وكذلك فيما بعد رائعة صديق مدسر برني الوعد، ثم رائعة محمد المهدي مجذوب المولد. فأتحف وأثرى الفن السوداني بهذا الإعجاز في الفن والغناء والتلحين. ونحن نعتبر نفسنا جيل محظوظ حقيقة، لأنه عاصرنا أمثال الكابلي وأمثال وردي، وقبلهم عاصرنا يعني مشاهير الفنانين أمثال أحمد مصطفى وحسن عطية والكاشي والتاج مصطفى وعبد العزيز محمد داود وعثمان الشفيع وعثمان حسين. نحن عشنا عصر الطرب في السودان، ودائما يعني نعتبر أننا جيل يعني اللي شافوا في السودان يعني نتمنى أنه لا نشوفوا ربعه. وطبعا قبل الجيل بتاع المشاهير اللي ذكرتهم كان في جيل الحقيبة، عمالقة الحقيبة أمثال سرور وكرومة وعبد الله الماحي وإبراهيم عبد الجليل واللمين برهان. يعني نحن حقيقة عشنا الغناء السوداني بالطول والعرض، والكابلي كان يعني درة من درر يعني التاج الذي يرصع جبين الفن السوداني. طيب يا أستاذ كابلي، برضو كنت مستمر في مسألة التقليد، بتغني للأصحاب والأصدقاء طبعا. نعم. من الصوت في ذلك الوقت بالذات يعني اللي كان يأسرك، ها
هل عبد العزيز محمد داود أم حسن عطية أو أحمد المصطفى أو عثمان حسين؟ كلهم. يعني ما فيش حد؟ لا كلهم، بدليل يعني أني كنت أغني لهم كلهم، لأنه لو لم يسحرني صوت أي منهم ما كنت غنيت له قطعا، لأنه بجد في كل صوت شيء. بل أحيانا من الناس اللي حولنا، أنا لي فترة في صديق المدة طالت لكن أفتقده أنا كثير جدا، صديق في منذ الفترة القديمة دي مع ظهور أستاذنا إبراهيم عوض. هذا الشاب في بعين ذلك الزمان ذلك الوقت كان عنده صوت رخيم جدا يغني أيامي الحلوة اللي قضيتها معك. أنا ما زال الصوت ده يرن في أذني، وأتمنى لو ألتقي هذا الرجل، حاسه يكون بقى في عمرنا كده طبعا. يعني كان بيغني لإبراهيم عوض، كان في جلسات، يعني ما بغني رسمي، لكن أنت بتحكي عن الصوت والتأثير. أحيانا يكون شخص عادي، يعني ما فنان، ما في لائحة الفنانين، موهبة وإمكانات صوتية وقدرات لا تستطيع أن تنساه. أي صحيح صحيح صحيح. فديك الفترة كانت هي فترة سرة. طيب غنيت لعبد العزيز محمد داود تاني أحلام الحب، كنت دي فترة متأخرة يعني متأخرة. أي بعد ذاك طبعا أنا كنت أغني لعبد العزيز محمد داود تقريبا كل أغنياتي، من هل أنت معي لأجراس المعبد تتذكر من الأغنيات دي حاجة يعني زي هل أنت معي؟ والله للفينوس لا بلخبطها ما. لكن بتتذكر أحلام الحب؟ هاي أحلام الحب أتذكر. خلينا نسمع. بس ما وساحة
حبيبي أنا سميري أنا أنا في انتظار أنا أنا في انتظار عطفك مرة علي سنين أسعدني بنظرة وخليك علينا في حسنك الفردي آه يا ما نظمت فنون هيهات عسلي وهواك يا حبيبي عسل هواك هيهات عسلي رائع كعادتك.